تعد الجهود المحلية والدولية لمحاربة كوفيد-19 منذ ظهور الوباء في مطلع مارس الماضي تعد جهودا واضحة، وقد مرت تشاد بمراحل تدريجية لمكافحة هذا الوباء العالمي. وعلى الصعيد المحلي فإن الحكومة التشادية وضعت كل التدابير اللازمة لمنع انتشار هذا المرض في شتى ولايات البلاد، إذ أن الحكومة أنشأت لجانا فرعية وفرقا طبية وإدارية، واتخذت إجراءات احترازية هامة طالت جميع مناهي الحياة كالحجر الصحي وغلق المطارات والمدن والأسواق ودور العبادة والمدارس وغير ذلك من الإجراءات الهامة بهدف وضع حد لانتشار هذا الوباء. وبعد مرور فترة من الزمن أصبح الوباء في مراحله الأخيرة، وقبل القضاء عليه نهائيا أصبح هناك تلاش في بعض الإجراءات من قبل المواطنين. وبالرغم من أن المرض في مراحله الأخيرة، يجب على الجميع عدم التهاون وأخذ الإجراءات بمحمل الجد، لأن الحكومة منذ الوهلة الأولى إضافة إلى الإجراءات المصاحبة وفرت معدات طبية ومستشفيات خاصة ومدها بأحدث العلاجات الطبية، وذلك بوصول طائرات تحمل المعدات والأدوية الوقائية، ناهيك عن توفير الكمامات وتوزيعها في كثير من المناطق بهدف الوقاية. كما نلاحظ هناك الأحزاب السياسية والمنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام وشرائح المجتمع المدني قاموا بتوعية ومحاربة هذا الوباء بشتى الطرق لمساعدة الحكومة في مساعيها الرامية إلى دحر الوباء. وعليه فإن الجهود التي بذلتها الحكومة مع شركائها المحليين والدوليين يجب أن تتكلل بالنجاح لآخر رمق حتى تصبح تشاد خالية من كل الإصابات ودحر الوباء خارج البلاد. ولا ننسى تخفيض بعض الإجراءات الاحترازية والتي أدت إلى إعادة فتح الأسواق والمدارس والجامعات ودور العبادة، ودعت لجنة إدارة الأزمة الصحية عبر لجانها الفرعية السكان إلى احترام كل الإجراءات كي لا ينتشر الوباء، وأن المؤشرات الأخيرة المتعلقة به تبشر بخير حيث بدأ في التخلص. ولكن هذا لا يعني إهمال كل النصائح والإرشادات التوعوية، بل لا بد من ربط الأحزمة حتى نقضي على الفيروس تماماً.